السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين ومن ربنا قريبين. صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما انتم شايفين احنا في اللوكيشن، دعواتكم اليوم الفاينل يعني التصوير. اطلعك معايا حبيب قلبي، خلاص حبيبي كمان مره عشان خاطر يلا حبيبي. الله يحييك في حبيبي يا بلو، الله يحييك في الكرفان حقي. في كرفانات صح؟ ايه يعني كل واحد له كرفان عشان يدخل ويغير وكذا. ها جميل 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 خالص، جميل خالص. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله، هذه شقه يا ولد ما شاء الله. الله يبارك لك يا بلو، سرير يا بلو، ايش اللعب ذا؟ ممكن تغيير كذا نريح شويتين. ما شاء الله تبارك الله. الكرفان هنا معكم؟ ايه بتقول ايه؟ مفتاح الكرفان؟ لا والله ما اخذتوش. معاك انت؟ اه خلص سليمونه في الكابينه. حاضر باش. الممثل اسامه، الممثل رائد. الله هذه حقتنا صح؟ يا اخي انا بس بسالك سؤال واحد. تفضل. انت مصري انت؟ مصري بس من اسوان. من اسوان ما شاء الله تبارك الله، حبيب قلبي يا باشا. مصري والله حبيبي، والله تشرف والله والله. منين؟ افتح لي بس الباب. تحبسته ولا حاجه؟ لا ليه مقفلين عليه؟ طيب ريودي، ريودي هذا حقنا، هذا حقنا رايد صح؟ ما شاء الله ما شاء الله، هذا كرفان حقنا رايد، حق بلو احلى ما شاء الله. ايش المكيف؟ شغال مكيف هنا، النوم نريح ما بين التصوير وزي كذا عشان لا نتعب. هنا اكلنا، اللهم لك الحمد، شوكليت على خفيف. تعال اطلع اطلع، شوف هذا حقتنا، هذا هنا نراح وننام وكل شيء. واضح انك تهجول مره. حفظت النص؟ اي والله، اللهم لك الحمد والله انك والله وجاهز. حتى يجوا بيلبسون، قلت لهم ما بلبس، بطلع ذا اللبس. حبيبي ايمن، حبيبي ايمن، ايمن ابغاك معايا لا تفارقني دقيقه حبيبي. بس كيف اللبس هذا؟ والله مرتب. جاب بيلبسون، قلت لهم لا انا بلبس، ورحت اشتريت ذا اللبس. كيف؟ اخلاق وسط يعني تزودها. والله الذي لا اله الا هو يا وسام. لا والله حلوه حلوه. ايه رايك كيمو؟ تحفة كيمو. كيف ازاي تحفة؟ بس يا لازم نحط له شعر صغير، يعني نحط له شعر هنا. الله يقلعك يا شيخ اسامة. الاخلاق خلاص من الناس، خلاص نطلع ترند اسامة دود راسلين من الضاربين. علم خلاص ما عندي. ما شاء الله ما شاء الله يا اللوك. اذا خقيت كل ما عليك تكتب في التعليقات خقيت وتحصل على فرة ومشروب من كيمو. ضبطني يا باشا. انت من وين؟ من بابا؟ ان بابا داولة وانا فردي منها بعد داولة وفي الدين حيلة. حبيبي لا اله الا الله والتعب. اليوم التصوير 16 ساعة، فالواحد ممكن يقصر شوية في السنابات، لكن دعواتكم. رايت كيف التمثيل؟ متعب والله جدا. بس اقول لك حاجه، ان شاء الله انك تتعب على شيء حلو باذن الله. باذن الله كل شيء هنا. عاد تدروا منبهين علي ما اصور اي شيء، هذا اللي يقهر. ولا ودي اصور اشياء كثير بس ممنوع. تدري عشان احنا نشتغل في البيت، بس تعالوا اخذ الدين هنا في كارونه. يلا مره كده حركات اطفال العيد اللي تقلبني عشان ما ايوه بروح الكرفان. خليني طيب انا هروح ارتاح شويه. بس لما عوزك تقوم تسحي
في ساعتها. أوه. حاضر. أنا ذي بكون هنا. عشان أنا ذنيت والله. خلاص حاضر. يلا. طب رائد رائد صحي ولا؟ هو نايم؟ نايم رائد. رائد نايم على التليفون؟ لا كذا نام. رائد. تحول إلى يا رب. شفتوا بتعملوا فينا إيه؟ شفتوا بتعملوا فينا إيه؟ ريودي رائد قوم قوم خلينا ننام في الكرفان قوم. قوم خلنا هنا لين نروح كرفان بنشهد لنا بعد شوي. خلاص سيبوا هنا وهندروا هي سيبوا هنا نشهد لنا بعد شوي. يلا مش أنحروا. يا شفتني أنت كيف نمت؟ صورتي أنا راقد. إي والله والله شكلك يفشل مرة. يفشل مرة نايم يفشل. يا واد التعليقات كله مسكين شوف شكله. عندنا مشهد بعد شوي انا وانت. والله انا تعبان انا ماني قادر خلاص. طبقنا كم ساعة دحين؟ 10 ساعات. 10 ساعات تدري انه باقي 6 ساعات؟ والله العظيم. لا والله تمزح. والله لا والله. طيب زين انت شوف بس اقول لك حاجه إيه؟ بعيد عن اي حاجه إيه؟ البدله واخده منك حتى. والله والله ليش واخده منك؟ ترى كل يوم ما شاء الله تحلو يا حبيبي تنظف اكثر. ايش عليك انت وسخان ولا انت بتروح على ضغطي؟ لا والله انت فاصل. يعني يا جماعه تخيلوا انا اول ما مثلت المخرج طالع فيني قال لي واو اسامه انت جميل خالص. انت الجميل خا وش عندك يا وش عندك؟ ايوه تفضل. ايش تفضل دي حتى؟ اهلا يا قلبي ازيك عامل ايه؟ الاسم الكريم ايش؟ سيف. سيف الله يسعدك يا حبيبي سيف. لا 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 هذا حقي حقي علقه علقه هناك علقه هناك. لا 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 يا اخي حق المشهد احسن. استاذ مجدي المخرج شفت هذا الفيديو؟ لا 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 شفت. لا 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 لا. شفتوه لاخر المشاهد خرب بدل في قبل خرب بدل في قبل شوي واجه الصياح بصياح حسيت اني ابتدائي. يا استاذ صل على النبي. اقول لك شيء ترى بديت اندم انه قلت انا وانت في كرفان واحد. ترى كوعك داخل في المريء عندي. كوعك يدغدغ الامعاء. طب شو اسوي سرير ضيق؟ احنا متعودين ننام سرير واحد اوكي ذاك نفرين هذا نص نفر. طب انت ليش ما هو نفر حتى واحد؟ خلاص خذ كرفان لحالك. مو كرفان يا اخي. والله خلاص. لا يا ميساء. آه. طب ليش ما تاخذ واحد لحالك؟ لا لازم ملابسنا واغراضنا سوا. لا كذاب تقدر تفصل. ما معي شاحن شاحننا واحد. تقدر تفصل. ما نقدر نفصل حواراتنا واحد الراجع. كذاب. لازم الراجع سوا. انت ما تقدر تبدأ. ايش عندك يا امي؟ ايش عندك يا نور سعيد؟ ايش عندك؟ لا 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 تاخذ وضعيه الام. سر امه كرفان ثاني. انا كرفاني هذا. هذا خليك خليك معي. حزنت عليك. ايش حزنت يا اسمع مو دحين احنا ممثلين؟ ايوه. يعني خلاص لازم تكون واثق من نفسك، تعيش اي دور شخصيه. طيب. بختبرك بنسوي شخصيه يعني مشهد. بس نتكلم مصري. واسوي ان انا ابوك يعني وكفشتك تدخل. يلا. يلا. يا سمعة. ايوه ابوي. ايوه بابا. سيجارة ايه ودخان ايه؟ دي مش سيجارة يا بابا. الا ريحتك دخان. يا بابا دي مش ريحة دخان. ده عطر ده جديد عطر جديد. لا لا ده صاحبي هو اللي بيدخن ممكن. اسكت. الله ينعم بوجد ابليسك. لا مو بتمسك ده هذا كفه هذا كفه. لا لا تكفه كحلي ربع حقيقي يعطيكم العافية. درجة الحرارة والله 8 وهم في البرد وجالسين يصوروا برا هم أكثر مشاهد في الحلقة الأولى. الله يكون في عونك وشكرا لانك مستحمل. والله يده ثلج 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 ربع معلش شكرا. شوف هو يشكر اوكي بس لازم يحرك. لا يعطيكم العافيه يا شباب. يعطيك العافيه. بس بلو اعطوك طقم لايق عليك. من جد ولا تستاهل؟ والله لايق عليك.
والله اول مره اشوفك. ترى اقول لك شيء صراحه، اول مره اشوفك كاشخ. ايوه ترى اقول لك شيء. يعني ايش قصدك؟ يعني قبل ما كان يكشخ؟ لا بس اللي قاعد اشتريها طول عمري. ايش معناته بديتك؟ لا استاذ رفعت عندك حصه رياضيات قوم خلصها.